فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو أوقف شخص مسجدا ثم أصبح هذا المسجد قديما لا ينتفع به فبيع على شخص آخر، هل يجوز للمشتري أن يهدمه ويبني بدلا منه بيتا أو سوقا بعد أن كان مسجدا؟ نعم، لكن يصرف ثمنه بمثله، ينقل يباع والمشتري يتصرف فيه وثمنه يشرى به أو يصرف في مسجد آخر. نعم. فضيلة فإذا بيع انتهت وقفيته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.